بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لموضوعنا التفاضل والتكامل المتغير واحد، سنتناول في هذا الفيديو سؤالان متعلقان في النهايات كما عرفنا سابقا. لن أطيل كثيرا، سأدخل مباشرة في الكلام. يقول لي السؤال: ليميت اكس تقترب من واحد، او نهاية اكس، ليميت نهاية اكس تقترب من واحد لقوس واحد على اكس ناقص واحد ناقص اثنين على اكس تربيع ناقص واحد. طب انت لو عوضت واحد، يعني عوضت واحد كما نعرف في اساليب حل النهايات، سيكون عندك هنا واحد على صفر ناقص واحد تربيع ناقص واحد أيضا اثنين على صفر، وهذا الكلام لا يجوز، وهنا لابد لنا من إجراء عمليات تضمن لي أن أتمكن من حل المسألة، أحاول طبعا، يعني ليس دائما من الشرط أن أنجح. إذا هنا أعطاني عدد على صفر، ومن الصيغ غير المقبولة، عفوا، الصيغ غير المقبولة في التفاضل والتكامل. إذا لاحظ هنا عندي x ناقص واحد، هنا عندي x تربيع ناقص واحد، يستطيع المتعلم أن يدرك هنا بأننا بإمكاننا أن نجري عملية توحيد للمقامات، نجري عملية توحيد للمقامات، فأشرع مباشرة هنا في هذا الإطار بالضرب التبادلي. أنتبه، واحد ضرب، طبعا واحد ضرب أي قيمة تبقى القيمة كما هي كما هو معلوم. إذا يصبح عندي إكس تربيع ناقص واحد، طبعا هنا أحافظ على النهاية. الآن انتبه، هنا فقط أدمك أن تنتبه، إكس ضرب اثنين، كثير من الطلاب يقولها إكس ضرب اثنين، يصح أن تضربها مثلا مباشرة، تقول إكس ضرب سالب اثنين، يصح مثلا أن تعمل بهذه الصورة، يصح مثلا أن تضرب، مثلا أن تضع هذه الإشارة السالبة هكذا، تضعها، تضع الإشارة السالبة هنا، ثم تفتح قوس تقول x ضرب 2، 2x سالب 1 ضرب 2 سالب 2، يصح أن تعمل كلاهما، ثم تضع الآن الحد، لا توزعهما، فقد ضعهما بهذه الصورة، x سالب 1 في x تربيع ناقص واحد. هذه أول صورة. لاحظ هنا عزيزي المتعلم، هنا السالب واحد عندما يدخل هنا يغير الإشارات، يعني أنا سأمشي معك خطوة خطوة حتى تستطيع أن تعي عن ماذا أتكلم. الحد الأول x تربيع ناقص واحد يهبط كما هو. الآن هذا عبارة عن سالب واحد، لأن إشارة سالب أمام القوس عبارة عن سالب واحد، توزع في الداخل، فمرة ستعطيني سالب 2x، مرة ستعطيني سالب 1 ضرب سالب 2 زائد 2، تمام؟ ها هي بهذه الصورة، ثم نقول x ناقص 1 في x تربيع ناقص 1. طيب، لا زال النهاية موجودة، ما زلنا على نفس الحد. إذا أحاول الآن أن أبسط، لاحظ يوجد عندي هنا سالب واحد زائد اثنين، يوجد عندي هنا عدد، هنا عدد، عدد ثابت، عدد ثابت، إكس تربيع ناقص اثنين، إكس يبقيان كما هما. إذا أحاول الآن بأن النهاية الإكس عندما تقترب من الصفر هي عبارة الآن عن إكس تربيع ناقص 2x كما هو، سالب 1 زائد 2 زائد 1، الكل على x ناقص 1 في x تربيع ناقص 1، تمام؟ الآن أستطيع أن أحلل عددان ضربهما 1 الحد الثابت، وجمعهما معامل x الذي يساوي سالب 2 في هذه الصورة. إذا نستطيع أن نقول العددان هما سالب واحد، سالب واحد ضرب سالب واحد،
موجب واحد سالب واحد زائد سالب واحد سالب اثنين، إذا سنقول أن إكس ناقص واحد في إكس ناقص واحد. الآن عندي هذه الصورة، عندي هنا إكس ناقص واحد موجود، موجود هنا، عندي إكس تربيع ناقص واحد فرق بين مربعين، إذن فرق بين مربعين يعني أحدهما موجب وآخر سالب، عفوا هنا أحدهما موجب والآخر سالب، إذن إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد. هذا التحليل، يعني هذان الحدان ما تحليل لهذا الحد. إذا لاحظ، تعالوا نغير اللون، ماذا بقي عندي الآن؟ ذهب إكس مع سالب واحد، إكس سالب واحد، إكس سالب واحد مع إكس سالب واحد، إذا يبقى عندي واحد هي الأعلى، هذا معناه أنه وجود واحد طبعا، واحد على إكس زائد واحد. طيب الإكس من ماذا تقترب؟ تقترب من الصفر، إذا نستطيع أن نقول أنها عبارة عن واحد على صفر زائد واحد، وتساوي واحد على واحد، إذا النهاية في النهاية تساوي واحد. إذا لاحظ كيف استطعنا أن نعرف النهاية من خلال عملية توحيد المقامات وحدنا المقامات في هذا في هذه المسألة، ثم شرعنا في عملية التحليل. لا بد للطالب أن يمتلك مهارات التحليل، يعني أن يحلل عبارة تربيعية، فرق بين مكعبين، مجموع مكعبين، فرق بين مربعين، ضرب مرافق. هذه المهارات مهمة جدا في عملية إيجاد النهايات، لأن أغلب المسائل التي تأتي في المرحلة الدراسية والمرحلة الجامعية تعتمد على هاتان الفكرتين، على هذه الأفكار عفوا. بدونها لا يستطيع الطالب أن يحل أي سؤال. طيب نأخذ سؤالا آخر، نقول هنا عندي هذا السؤال أيضا، سأضعه هنا أيضا، النهاية ليمت تقترب الإكس فيه من الصفر، يقول لي بأنه عبارة عن واحد ناقص اي 2 اكس على واحد ناقص اي القوة اكس. طيب لاحظ هنا مرة أخرى نؤكد على الفكرة، أنا عرفت العدد النايبري في فيديوهات، هنا هذا عندي عدد نايبري اي، أي عدد أس صفر بغض النظر كان عدد نايبري أو لا، أي عدد أس صفر هو عبارة عن واحد، هذه معروفة في الرياضيات. أي عدد لنفرض أنه عندي هنا سأعطيه الرمز إيه، أس صفر معروف واحد، يعني لو كان مليون أس صفر أيضا يساوي واحد، فنقول بأنه هي عندنا الآن واحد ناقص واحد، يعني هنا مرة أخرى هنا عرفت هنا اي، طب دعني أكتبها، أكتب واحد اي صفر، لأنه اثنين ضرب صفر صفر على واحد ناقص اي الصفر، ويساوي واحد ناقص واحد على واحد ناقص واحد، صفر على صفر. وهذا كلام لا يجوز عندي في عملية إيجاد النهايات. إذا لابد لي أن أحاول أن أحتال، يعني أن أتلاعب في العبارة الرياضية حتى أتمكن من حلها. لاحظ معي عزيزي المتعلم، هنا وجود عندي واحد ناقص إي تو ذا إكس، هنا أؤكد على أن إي من إكس ممكن أن تكتب بهذه الصورة، إي إكس أس 2 ممكن أن تكتب بهذه الصورة، يعني يصح أن تكتبها بهذه الصورة، إذن هي عبارة أس تربيع. أنا سأحاول أبسط قدر الإمكان عليك عزيزي المتعلم، هي عبارة سهلة لكن أنا أعرف أن الإي لا تدرس كثيرا في الوطن العربي، أقول بأنه سأعطي الآن إي إكس
تساوي مثلا لنفرض أنها إم، سأعطيها اللفظة إم. إذا أقول الآن هنا، سأعوضها الآن هنا في المعادلة، إذا تصبح عندي واحد ناقص إم تربيع على واحد ناقص إم. إذا أنا بدلت، يعني أين أجد إي؟ هذه عرفت أنا إي إكس أس تربيع، يعني هذه أنا عدت تعرف إي إكس أس تربيع فأصبحت إم تربيع. يعني هذه هي الفكرة، مهم جدا على الطالب أن يدرك أنا ماذا فعلت هنا. طيب والآن الفرق بين المربعين الأعلى، إذا يصبح عندي واحد ناقص إم في واحد زائد إم الكل على واحد ناقص إم. بسط مقام يختصر، ماذا بقي عندي؟ بقي عندي واحد زائد إم. أتذكر بأن الليمت للإكس أكثر من الصفر الآن. إذا الآن يعني ماذا يعني أتذكر؟ لأن الإم هي تساوي الإم، أنا عرفتها تساوي إي إلى إكس أو إي إلى القوة إكس. إذا يصبح عندي واحد زائد إي إلى القوة إكس، وأضع يصبح عندي واحد زائد إي الصفر، أي عدد، والصفر معروف القاعدة هو عبارة عن واحد واحد زائد واحد، والنهاية تساوي في هذا الإطار تساوي اثنين. إذا في هذا الفيديو تعرفنا على أو حللنا مسألتان، المسألة الأولى اعتمدت على توحيد المقامات، المسألة الثانية اعتمدت على إعادة تعريف الاقتران بأنه اقتران يحوي الإي العدد النايبر إي. حللناه واحتلنا قليلا في عملية تعويضه، ومن ثم طرحنا الجواب. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.